لو قيل اليوم لأحد أبنائي أو قيل لوالد اعمل هذا مع ولدك، ماذا سيكون ردة فعله؟ والابن ماذا سيقول؟ سيهرب إلى فجاج الأرض التي لا يقدر عليه فيه. يا أبتي افعل ما تؤمر. من صور إمامة إبراهيم عليه السلام إمامته في الصبر على البلاء. الله ابتلى إبراهيم بلاء عظيم أشد من أمره بقتل ولده وذبحه. لا أظن أن النفوس البشرية إلا من تدرعت بالإيمان بالله تمتثل لمثل هذا الأمر العظيم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماماً في الصبر على البلاء واليقين بالله. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إلى قوله قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وأيضاً جاهد وكابد في دعوته قومه ولقي ما لقي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الرؤيا بذبح إسماعيل عليه السلام على الخلاف في الذبيح في قولي العلماء هل هو إسماعيل وإليه ذهب جمهور أهل العلم أو إسحاق على القول الآخر. والصواب الذي تدل عليه الأدلة أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أتى بالابن وقال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، إنها أمة العقيدة وأسرة التوحيد والامتثال لله عز وجل. قال يا أبت افعل ما تؤمر. لو قيل اليوم لأحد أبنائنا أو قيل لوالد اعمل هذا مع ولدك، ماذا سيكون ردة فعله؟ والابن ماذا سيقول؟ سيهرب إلى فجاج الأرض التي لا يقدر عليه فيه. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصبر على البلاء والامتحان، وبهذا نال إبراهيم الإمامة في الدين. فلما أسلم وتله للجبين امتثال غاية الامتثال. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. جاءت النتيجة والإنقاذ من هذا الابتلاء، لأن المراد به الامتثال. هل يمتثل العبد أمر ربه والنبي أمر ربه أو لا؟ ولهذا فاز إبراهيم وإسماعيل بهذا الابتلاء فنال أن يكون إماماً في الدين عليه الصلاة والسلام.